بالتنسيق مع نادي التواصل قسم التاريخ ندوة تاريخية. هذه الندوة نشطها أساتذة وكذلك شهادات حية من رموز مجاهدين شاركوا في الثورة، على اعتبار أن الاحتفال بيوم الشهيد اعتراف لمن ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر، من أجل أن تتحرر الجزائر، وفي نفس الوقت هو ربط تواصل مع بين الأجيال من ضحوا بأرواحهم في سبيل الثورة، ومن أجل هذا الجيل الجديد الذي يمكن أن يحمل رسالة هؤلاء الشهداء. هذه الرسالة اللي هي التي نجدها في بيان أول نوفمبر الذي يحدد قيم المجتمع الجزائري والدولة العصرية والجديدة التي تسعى إلى ترقية الفرد الجزائري وتحريره فكريا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا كما حرره المجاهدون. كانت لي مداخلة حول هذا الموضوع ولكنها مختصرة حول أهمية ودور إحياء هذه المناسبات، لأن إحياء هذه المناسبة هي ربط لجيل اليوم بجيل الماضي، لتذكروا تضحية أولئك الأبطال الشهداء الذين ضحوا من أجل أن تعيش الجزائر حرة، ونتذكر هؤلاء الرجال الذين كافحوا ضد السياسة الاستعمارية الفرنسية التي حاولت القضاء على البلاد والعباد. فالاحتلال الفرنسي منذ 1830، ونحن اليوم نؤكد ونصر على إحياء هذه الذكرى لنعرف جيل اليوم، طلبتنا وكل المهتمين بتاريخ الجزائر. اصحوا راياتكم، بركوا من الصحبة وذيك الدين، اصحوا راياتكم، دنقول بلادكم ما يقرب تروح، المزاكة الخير الرجال من ثمنا قعدوها، ديروا المستقبل، حافظوا على بلادكم، حافظوا على بعضاكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على مواتكم، حافظوا على والديكم، قعدوا بلادكم بين الدول. قال لك واش ولات الجزائر؟ ماشي يقول ولات الجزائر يا وهيا نروحوا نحرقوا، وين تحرقوا وين راك رايح؟ قال لي هرب من الضرب ولا هرب وين رايح؟ هذه وين تروحوا؟ تروحوا للحوت ياكلكم، تروحوا للكركودين تلحقوا تاكلكم، ها؟ تخلي لهنا امك تبع تدفي فيك، تلقى الماكله طايبه واجده وتروح تقعد للسمش تحرق فيك، ها؟ وعليه؟ عليه؟ فرنسا اللي ايه يروحوا لفرنسا اللي هلكتنا وضرتنا، فزت بنياتنا، كتت رجالتنا، كتت ولادنا، ما خلت الناش طايش في البوم من فوق هذيك الحجر هذيك تاع الطايره للسماء والنار تلهب. ونسى هاربين والولاد هاربين تحت الشجرة، ما منعوش يقراو باللوحة تحت الشجرة، الطيارة ضربتهم غدم وما سايحة رايحة. فكروا في هذا الشيء، فكروا في هذا الشيء، والصرافينة راها صرافينة منكر أحمر. نشكر نادي التواصل اللي ديما هنا باش كي نشاركوا معاهم هذوما. الهدف من وجود اطفالي لهنا، الهدف تاعنا هو ديما نحيو الماضي، ديما باش ما ننساوش شهدائنا، ديما الاطفال تاع ما نقدروش نبنيو المستقبل بدون حاضر، باردون، بدون ماضي تاعهم. الحاضر لازم يوجد ديما فيه الماضي. وشنهي حابين اليوم شاركنا بالنشيد الوطني 5 مقاطع، زدنا شاركنا من جبالنا، وزدنا شاركنا مسرحية واسمها بذرة نوفمبر. نخليكم الأطفال براءة تاعهم هي اللي تعبر على كل شيء. قمنا باحتفالية 18 فيفري يوم الشهيد بتمجيد وذكرى الخالدة للمجاهدين الكرام والشهداء رحمهم الله. لكل سنة نحتفل بهذه الذكرى. نشكر جميع من ساهم في هذه الاحتفالية. إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق المرسلين، أتقدم بجزيل الشكر وخالص تحياتي إلى كل من أسهم في هذه في إحياء هذه المناسبة الكريمة، وخاصة مدير متحف المجاهد السيد فريا كمال، والذي كان له دور كبير في إنجاح هذه في إحياء هذه الذكرى، كذلك إلى المجاهدة التي شرفتنا بحضورها، وإلى كافة الطلبة الأعزاء خاصة طلبة قسم التاريخ ونادي تواصل. وأتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تواصل بين الجيل الثورة والجيل الحالي.